اول شيء برمجناه هو الصعود تاع الفريق والرجوع للمكانه الطبيعيه ديالو، وتكلمنا قبل مع الناس المكتب اللي ساندونا بالطبع، جبنا لاعبين اللي في المستوى، واشتغلنا في واحد الوقت وجيز جدا، وصرحنا اننا نقدروا نهزموا في المباراه الاولى، ولكن فاستابيليزي لو كلوب ان شاء الله في الموسم، والصعود غيكون قبل دور 30، وهذا الشيء كامل وصلنا له الحمد لله. الان شوفوا المستقبل، والاخطاء اللي اندارت من قبل ما تعاودش، وسيكوريزي الكلوب، هذا هو البليز امبورطون.